أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إن شئت رب العالمين تجعله صعب سهلا. إن شاء الله هنراجع مراجعة نهائية في مادتي الجبر والإحصاء، الجبر والهندسة للصف الثاني الإعدادي، فصل دراسة أول 2019-2020. وهذه المراجعة تكون عبارة عن حل محافظات الامتحانات للعوام السابقة. فنبدأ بمحافظة الشرقية. كان في بعض المحافظات حلينها كتير قبل كده، لكن دي الشرقية سنة 2019 بتقول، اللي هي إدارة فأوس، مدرسة فأوس بنات. بيقول أكمل السؤال الأول، أكمل ما يأتي: مكعب حجمه 1 سنتيمتر، فإنها مساحته الجانبية. طبعا عارف إن المكعب له 6 أوجه، كل وجه منهم عبارة عن مربع، يبقى هو عبارة عن 6 مربعات. في مساحة المربع الواحد طول الضلع في نفسه، يبقى 6 في لام تربيع بتساوي اللام تربيع اللام في لام بلام. طبعا الحجم، بما ان الاول الحجم، بيساوي 1 سنتيمتر مكعب. يبقى اذا اللام اللي هو طول الحرف بتساوي جذر الواحد سنتي بواحد ايضا، يبقى طول حرفه بواحد. يبقى اذا 6 في لام تربيع يعني 6 في 1 في 1 يعني ب6 سنتيمتر. يبقى اذا مساحته الجانبية بتساوي 6 سنتيمتر مربع. المعكوس الضربي للعدد جذر 3/12. معكوس الضربي يبقى البسط يبقى مقام، والمقام بيبقى بسط، ولكن مش هنسيب تحت الجذر، بنضرب في المرافق، يديني في جذر 3/3 بتساوي 12^3/3 هيدي لي 4^3. باقي طرحي دوت مين ده؟ يعني انا هطرح ده من مين؟ من ده، يبقى اقول 3 س ناقص في، وانا حط يعني هي سالب، بقت في سالب 5 س بتساوي 3 س + 5 س بتساوي 8 س. يبقى هو ده باقي طرح ده من ده. اذا كان 2 و5 يحقق العلاقة دي، فان قيمة جيم، او فان جيم تساوي كام؟ هنعوض عن السين ب2 والصاد ب5، هيبقى الـ2 × 3 ب6 ناقص 5 + ج بتساوي 0، ومنها 6 ناقص 5 ب1، يبقى 1 + ج بيساوي 0، يعني ج بتساوي -1، يبقى ج بتساوي -1. كرة حجمها سدس باي، فإن طول نص قطرها بكم؟ طبعا انا عارف ان حجم الكرة بيساوي باي 4/3 باي نق تكعيب، دي حجم الكرة. حجم الكرة ده بيساوي سدس باي، سدس باي. يبقى بنختصر الباي مع الباي، وممكن تختصر هنا مقام وهنا مقام بينهم يساوي، يبقى اختصر المقام ده على 3 × 1 × 3 × 2. اضرب بقى طرفين في وسطين، 4 نق تكعيب في 2 هيديني 8 نق تكعيب. تاني 2 × 4 نق تكعيب ب8 نق تكعيب بتساوي 1 × 1 ب1، اي ان نق تكعيب بتساوي 1/8، يعني نقي بس بتساوي جذر التكعيب للكلام ده اللي هو بيساوي 1/2، لان 1 جذرها 1 وجذر التكعيب للتمانية 2، يبقى اذا النقي بتساوي نص سنتيمتر، نص سنتيمتر. يبقى اذا الكرة دي طول نص قطرها بيساوي نص سنتيمتر. السؤال الثاني بيقول اختر الإجابة الصحيحة من بين إجابات المعطى: العدد غير النسبي، العدد غير النسبي الذي ينحصر بين 3 و4. طيب أنا عشان الأعداد الغير النسبية اللي بتبقى تحت الجذر التربيعي، وبالتالي هناخد 3 تحت الجذر التربيعي هتديني جذر 9، وأدخل 4 تحت الجذر التربيعي تبقى جذر 16. يبقى شوف العدد اللي هو دول مش اعداد، دي اعداد نسبيه ولكنها دخلتها تحت الجذور عشان اقارنها بالاعداد اللي هي غير نسبيه. طبعا ده عدد نسبي،
ده عدد نسبي، يبقى الكلام بره العددين دول اطلاقا ما تفكرش فيهم، لان هو بيقول غير النسبي العدد الجانبي هو هيكون يا ده يا ده. فطبعا التلاتة والاربعة جذر التلاتة تسعة، جذر الاربعة ستاشر، والحداشر تنحصر بين التسعة وستاشر، يبقى هو العدد دوت، يبقى العدد ده اكبر من التلاتة واصغر من اربعة، اي ان جذر حداشر ينحصر ما بين التلاتة والاربعة. تمام، ننتقل للسؤال التالي. مجموعة حل المعادلة س تربيع زائد خمسة تربيع بتساوي صفر في ح هي. طبعا احنا عندنا س تربيع بتساوي سالب خمسة تربيع، وهنا نتوقف. انا معرفش اجيب جذر التربيع، لان انا من دي اشتقت دي، فبالتالي انا معرفش اجيب جذر التربيع لحاجة بالسالب، يبقى بنقول ان ديت ملهاش حل، يبقى ديت مجموعة حلها هي فاي، لان مفيش جذر تربيع لحاجة بالسالب. دي فترة معلقة من سالب واحد لخمسة، دي فترة مفتوحة من سالب واحد لخمسة، نطرحهم من بعض، نشيل دي من ديت، هيبقى كل ده هيطلع من هنا، فهيفضل ليا ايه؟ البس السالب واحد والخمسة، يبقى هيديني ايه بقى؟ مجموعة سالب واحد وخمسة جزء عناصر بس، اتنين من العناصر فقط، لان ضفت دول على دي هتدي لك دي، يبقى هي المجموعة من سالب واحد لما المجموعة سالب واحد وخمسة. اذا كان اربعة امثال عدد تمانية واربعين، بيقول في اربع امثال عدد، يعني نفرض ان العدد سين، يبقى اربع امثاله اربعة سين بتساوي 48، فيكون ثلث العدد كام؟ هيبقى عندنا س بتساوي كام؟ 12، او 4 48 على 4 بتساوي 12، وبالتالي ثلث السين بيساوي ثلث السين، اي ثلث العدد بيساوي ثلث ال 12، ثلث في 12 بتساوي 12 على 3 فال 4، يبقى اذا ثلث العدد هو كام؟ 4. ننتقل للسؤال اللي بعد كده. اذا كان ترتيب الوسيط، الوسيط طبعا احنا بنرتب الاعداد بتاعتنا وناخد العدد اللي في المنتصف. اذا كان ترتيب الوسيط لمجموعة من القيم هو الرابع، يبقى انا في عندي قبل الرقم الوسيط هو ترتيبه رقم ايه؟ اربعة، يبقى قبله هنا تلاتة وبعده تلاتة، تلاتة وتلاتة ستة، واحد سبعة، فان عدد القيم هو سبعة. ميل المستقيم مر بين نقطتين، طبعا عارف الميل فرق الصادات على فرق السينات، يبقى ميم بتساوي اتنين ناقص اتنين على تلاتة ناقص اربعة، يعني اتنين على ناقص اتنين بصفر، على اي حاجة بتدي صفر. اذا كانت الف وباء، اوجد مستخدمان خط الاعداد، ايه الفرق تقاطع باء، يبقى انا بعمل الاعداد بتاعتي بالشكل ده، ادي الف وادي باء، الف من سالب ما لا نهاية، يعني جاية من هنا سالب ما لا نهاية دي، لما نوصل لتلاتة مفتوحة، يبقى دي كل ده لتلاتة، وباء من سالب اتنين لما الخمسة، من سالب اتنين هنا دي سالب اتنين اهي مغلقة، طبعا هنا سالب اتنين مغلقة، لما نوصل للخمسة اللي هي دي خمسة مغلقة ايضا. اوجد مستخدمة خط الاعداد الف تقاطع باء، هنا طبعا ما النهاية، هنا ما النهاية، هنا سالب ما النهاية، ألف تقاطع باء بتساوي إيه اللي موجود ما بين الاتنين؟ موجود هنا وهنا في نفس الوقت، من واحد لما للتلاتة مفتوح، واحد وتلاتة، لا دي مش واحد، سالب اتنين، من سالب اتنين، سالب اتنين لمؤيد لما التلاتة مفتوح، سالب اتنين مغلقة. طيب عايز ألف فرق باء، باء فرق ألف،
ب فرق ألف بتساوي الباء. فين الباء؟ ديت ألف، الأولى دي ألف والتانية ديت باء. عايزين باء فرق ألف بقى، هنشيل من الألف كل عناصر اللي في باء، هيفضل من أول سالب اتنين مفتوح إلى سالب ما نهائي، يبقى بيساوي أبدأ بسالب ما نهاية مفتوحة، طبعا عند ما نهاية على طول مفتوح، إلى سالب اتنين أيضا مفتوح، لأن أنت هتشيل سالب اتنين من هنا فهتبقى هنا مفتوح. طيب إذا كان السؤال بعد كده، إذا كان س بتساوي جذر خمسة زائد جذر اتنين، وص بتساوي تلاتة على جذر خمسة زائد جذر اتنين، فأوجد قيمة س تربيع ناقص ص تربيع. يبقى أنا بقى الأول أخلي ديت مقامها عدد نسبي، يبقى أضربها في المرافق، يبقى تلاتة في جذر خمسة سالب جذر اتنين، هضرب الكلام ده وسطه، مقام جذر خمسة زائد جذر اتنين في جذر خمسة سالب جذر اتنين بتساوي تلاتة في جذر خمسة سالب جذر اتنين على ده في ده، حد خمسة سالب اتنين اللي هي تلاتة، على التلاتة في الواحد تلاتة في الواحد، باقي جذر خمسة سالب جذر اتنين ده في ده، جذر خمسة دي فرق بين مربعين سالب جذر اتنين، يبقى الناتج للصاد جذر خمسة سالب جذر اتنين. طب أنا عايز أجيب بقى س تربيع ناقص ص تربيع، بدل ما تربع تضرب ده تربيع في نفسه وده تربيع في نفسه، ده تحليله فرق بين مربعين، يبقى س فرق ص أو السالب ص في س زائد ص بتساوي س زائد ص، س ناقص ص هتساوي ايه؟ جذر خمسة زائد جذر اتنين ناقص جذر خمسة زائد جذر اتنين في س زائد ص، هتدي جذر خمسة زائد جذر اتنين زائد جذر خمسة، هي س زائد ايه؟ س زائد ص، يبقى تكتب س زي ما هي وص زي ما هي، ناقص جذر اتنين. دول كده جذر خمسة جذر خمسة بصفر، يبقى بقى اتنين جذر اتنين، يبقى الناتج عندي اتنين جذر اتنين في قوس تاني جذر خمسة وجذر خمسة، اتنين جذر خمسة وده ما عدا بصفر، يبقى بقى اتنين جذر خمسة في اتنين جذر خمسة، اتنين في اتنين بأربعة، جذر خمسة في جذر اتنين بجذر عشرة، يبقى ده بتساوي اتنين أربعة جذر عشرة. شوف السؤال اللي بعد كده رابع، أوجد مجموعة الحل المتباينة الآتية في ح ومثلها على خط الأعداد واحد تلاتة س اتنين تلاتاشر. تلات س ناقص اتنين أكبر من واحد أقل من أو تساوي تلاتاشر، هنجمع المعكوس الجمعي للاتنين اللي هو لسالب اتنين اللي هو اتنين للأطراف كلها، يبقى واحد زائد اتنين أقل من تلات س سالب اتنين زائد اتنين أقل من أو تساوي تلاتاشر زائد اتنين، ده ما عدا بصفر، واحد واتنين تلاتة أقل من تلات س أقل من أو تساوي اتنين من تلاتاشر حداشر، اتنين وتلاتاشر خمستاشر. هنقسم كل الأطراف على تلاتة، يبقى تلاتة على تلاتة، نقسم كده على تلاتة على تلاتة على تلاتة، عشان أنا بقسم على العدد ده أيا كان هو مين، فأنا بقسم على تلاتة عشان هو تلاتة، يبقى تلاتة على تلاتة في الواحد، أنا بقسم على موجب مش هغير اتجاه التباين، يبقى س أقل من أو تساوي خمسة، يبقى س أكبر من أو تساوي واحد وأقل من أو تساوي خمسة، وده خط الأعداد هو بيقول مثلها، هذا الواحد هنا الواحد أهوت وهنا الخمسة
عند الخمس، عند الواحد، عند الخمسة مغلق وعند الواحد مفتوحة، وأوصل بينهم كده. شوف السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده بيقول: صوانة دائرية قائمة، صوانة دائرية قائمة حجمها 54. الاسطوانة، حجم الاسطوانة بيساوي ايه؟ حجم الاسطوانة بيساوي باي نق تربيع عين مساحة القاعدة اللي هي مساحة الدائرة في الارتفاع. طب هي حجمها بيساوي ايه؟ 54 باي ده. فاذا كان ارتفاعها يساوي طول قطرها، الارتفاع اللي هو العين بيساوي طول القطر، يعني 2 نق، ما هو نص القطر، نق دي نص قطر، اضرب 2 يدي لك طول القطر كله. يبقى اشيل عندي واحط مكانها باي نق تربيع وفي 2 نق. يبقى اذا 54، نختصر كده الاول على الباي فال 1 على الباي فال 1، يبقى باقي عندي 54 بتساوي 2 نق تكعيب، نق تربيع في نق، نق تكعيب. يبقى اذا نق تكعيب بتساوي 54 على 2، 4 على 2 فال 2، 14 على 2 فال 7، يبقى نق بس بتساوي الجذر التكعيبي للناتج اللي عندي اللي هو 27 بتساوي 3. يبقى نص قطر الاسطوانة دي بيساوي 3 سنتيمتر. نشوف السؤال التالي اللي هو الأخير، بيمثل بيانين العلاقة الآتية: صاد بتساوي صاد ناقص 2 سين بتساوي 1. طيب احنا ممكن نخليها صاد بتساوي 2 سين زائد 1. طيب ممكن تعوض عن سين بأي حاجة وتطلع قيمة، وصاد بأي حاجة وتطلع قيمة. ممكن نستخدم الجزء المقطوع من محور الصادات اللي هو هيساوي 1 واستخدمه في الرسم. فالأسهل لك انت تقول عند الصاد مثلا، عند س بتساوي 0، يبقى اذا الصاد بتساوي 1، 0 في 2 بصفر زائد 1، يبقى انا عندي زوج مرتب اللي هيمثله 0 و 1. طيب عند س بتساوي 1 يبقى الصاد بتساوي 2 في 1 ب 2 زائد 1، يبقى اذا بتساوي 3. يبقى انا عندي 1 و 3 دول. طيب نيجي بقى نمثلها على خط الاعداد. ادي المحاور بتاعتنا، وانا عندي النقط، عندي 0، عندي 0 و 1، س ب 0، ص ب 1، يبقى انا عايز 1 واتنين وتلاتة وهنا 1. ونشوف عندي 0 1، ادي اول نقطة، وعندي 1 3 هنا تاني نقطة. نمثلها بقى على خط الاعداد، نمثلها على المحاور الاحداثيات. هو بيقول في نقطة التقاطع فين مع المحاور، يبقى نقطة التقاطع، نقطة التقاطع مع المحاور مع سينات عند صاد بتساوي 1 أو 0 1. طب عند الصادات طبعا انا مش هحسبها كده، انا هحسبها من هنا، اعوض عن صاد بصفر. عند السينات بقى، عند السينات تتقاطع،
عند صاد بواحد، عند الصاد بواحد دي مع الصادات مش مع السيناد. المحور ده مع الصادات مع الصادات، تتقطع عند صاد بواحد وسين وبصفر يبقى النقطة دي. طب عند السيناد بقى هنعوض عن صاد بصفر، يبقى صفر بتساوي اتنين سين زائد واحد يعني اتنين سين بتساوي سالب واحد يعني سين بتساوي سالب نص، يبقى النقطة دي هتبقى صفر ونص، نص سالب نص مع السين والصفر مع الصاد. يبقى عند السينات عند النقطة سالب نص وصفر، دي نقط التقاطع مع المحاور الإحداثيات. شوف سؤال بعد كده، أوجد الوسط الحسابي، هو ده السؤال الأخير في الامتحان. بقول أوجد الوسط الحسابي للتوزيع التكراري. طبعا علشان أجيب الوسط الحسابي بعمل الجدول بتاع اللي أنا عارفه، المجموعات وكده هوت المجموعات، هنا هوت مراكز المجموعات، وهنا المجموعات في المراكز. المجموعات تكرار هنا مراكز المجموعات، هنا تكرار، هنا كاف في ميم، هنا كده ايه تكرار. مجموعات عندي خمسة، خمستاشر، خمسة وعشرين، خمسة وتلاتين، خمسة وأربعين، خمسة وخمسين. هنا التكرار المركز المجموعة ده هيبقى من خمسة لخمستاشر، بينهم عشرة نقسمه على الاتنين العشرة ونضيف على الأول، هيبقى طول المجموعات دي كل مجموعة طول عشرة على الاتنين فيها الخمسة، يبقى ضيف على كل أول مجموعة خمسة، خمسة وخمسة عشرة، وخمستاشر عشرين تديني المراكز بتوع المجموعات، تلاتين أربعين خمسين ستين. التكرار المقابل اتنين تلاتة خمسة عشرين تمنتاشر اتنين. طيب التكرار بتاعي ده مجموعه كام؟ خمسين، اضرب ده في ده يبقى كده عشرين ستين، مية وخمسين، اتنين في أربعة بتمانية، خمسة في تمانية بأربعين، صفر معانا الأربعة، واحد في خمسة بخمسة وأربعة تسعة، اتنين في ستين مية وعشرين، صفر، اتنين واتنين أربعة وستة عشر، وخمسة خمستاشر، اتنين واتنين أربعة وستة عشر، وخمسة خمستاشر، خمسة معانا الواحد، واحد واحد اتنين وتمانية عشرة، وعشرة عشرين. يبقى إذن الوسط الحسابي بيساوي عشرين خمسين على خمسين، لأن الوسط بيقول إن هو مجموع كاف في ميم على مجموع كاف، بتساوي تشيل الصفر مع الصفر، عشرين على الخمسة فيها الأربعة، واحد وأربعين، واحد في خمسة بخمسة، والأربعة في خمسة بعشرين. يبقى إيه الوسط الحسابي اللي عندي بيتساوي واحد وأربعين. وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.